هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، ومبادرة مميزة للغاية بتجمع بقى ما بين تصميم الأزياء والاهتمام بالبيئة، ده بجانب طبعا تحقيق التنمية المستدامة في الملابس، وده من خلال مبادرة جرين إيكو صنع في مصر. هذه المبادرة دشنتها المهندسة تسنيم الخولي، واللي بتجمع بقى ما بين إنها مهندسة معمارية وفي نفس الوقت مصممة للأزياء. احنا معانا على التليفون المهندسة تسنيم الخولي، مهندسة معمارية ومصممة الأزياء. صباح الخير عليكي، أهلا وسهلا بيكي يا باشمهندسة. صباح النور. تنمية المستدامة في الملابس يعني ايه؟ في بداية الأمر طبعا صباح النور عليكم. صباح الفل. أول حاجة احنا لازم نتكلم عليها مصطلح التنمية المستدامة اللي سيادة الرئيس دخلوا لينا هنا في مصر من أول ما استضفنا الكوب 27. دي كانت البداية النواة، التنمية المستدامة اللي احنا نستخدم طرق صديقة للبيئة، وان احنا نحافظ على الكوكب من الأضرار الناتجة والتغيرات المناخية. تاني حاجة بقى السستينبل فاشن أو الأزياء المستدامة أو الموضة الخضراء. ده توجه العالم كله توجه ليه من 2013، إن احنا نبدأ نتجه للأقمشة الصديقة للبيئة، لطرق التصنيع الصديقة للبيئة، إن احنا نقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة اللي موجودة زي ثاني أكسيد الكربون، وده بينتج من الغازات اللي بتنتج من المصانع. تاني حاجة في عملية الصباغة في صناعة النسيج نفسه أو الملابس نفسها بيكون في ملوثات للمحيطات والأنهار. ده الفكرة بشكل عام يعني. تاني حاجة بداية الفكر للمبادرة ميد ان ايجيبت ايكو جرين هي استراتيجي مصرية، احنا بنجمع بين التنمية المستدامة في الملابس أو الموضة المستدامة، والجزء الآخر ان احنا شغالين على تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. كان الفكر احنا عملنا مؤتمر التدشين في مارس الماضي، وكان حاضر اكتر من جهه، اكاديميه البحث العلمي، النائب احمد سمير زكريا عضو اللجنه الاقتصاديه مجلس الشيوخ. كان في فكره احنا جامعين بين البحث العلمي والجانب الاقتصادي والجانب الصناعي. كان مشارك معنا برضو غرفه الصناعات النازجيه باتحاد الصناعات المصريه. والحمد لله كان مؤتمر ناجح جدا. هو الحقيقه هي مبادره تكمله لمجهودات سياده الرئيس اللي اتعملت سواء في صناعه الجلود او في صناعه الملابس الجاهزه. اول حاجه الجزء الخاص بالموضه المستدامه، احنا شغالين على فئه المراه والشباب. عملنا ورك شوب، اكثر من ورك شوب مع جامعات مختلفه عشان ننشر الوعي بفكر الموضه المستدامه سواء كرائد اعمال او كمستهلك. الجزء الاخر عملنا زيارات ميدانيه للمصانع، سمعنا من اصحاب المصانع سواء الكبرى او المتوسطه او الصغيره متناهيه الصغر. شفت المشاكل اللي موجوده ايه وبدانا نشتغل على حلها. احنا عاملين في المبادره تخفيض بيصل نسبه 65% للعماله الخاصه بالملابس الجاهزه وصناعه الغزل والنسيج، بيحقق خدمات طبيه شامله تقدر ان انت تستخدمها يعني مجانا تماما لاي عامل شغال في قطاع الملابس الجاهزه والغزل والنسيج، لان هم عندهم احتياج شديد جدا للخدمات او توفير الخدمات بشكل اكبر. وده طبعا احنا بنحقق تعويض نقص الاجور يعني. عظيم. طيب الجزء الثاني احنا اشتغلنا على حل الايدي العامله، احنا عاملين بروتوكول تعاون مع مصلحه الكفاءه الانتاجيه والتدريب المهني في وزاره التجاره والصناعه. دي فيها مراكز مدعمه بالكامل، فيها جميع الالات والامكانيات اللي يقدر اي حد يتدرب عليها على مستوى الجمهوريه، نوفر لهم تدريب مدعم بالكامل في جميع التخصصات الفنيه وبنضخها للمصانع. الجزء الاخر احنا الحمد لله يعني عاملين اكثر من ميتنج مع اكاديميه البحث العلمي. الحقيقه انا بشكر الدكتور محمود صقر ان هو من بدايه فكر المبادره وهو داعم ومشجع للفكر بشكل عام. فشغالين حاليا على برنامج رياده اعمال على مستوى الجامعات، ان شاء الله يكون في بدايه العام الجديد العام الدراسي. هيكون كامب ان احنا نقدر نطلع منتجات مصريه بكواليتي تنافس سواء على المستوى المحلي او المستوى العالمي. أكيد. كل الشكر ليكي المهندسة تسنيم الخولي، المهندسة المعمارية صاحبة فكرة المبادرة المختلفة. شكرا جزيلا ليكي.